شايف المشاركه السنه دي بالنسبه لمنتخبنا الوطني قد هل من الممكن ان نستطيع ان نتوج بهذه البطوله؟ هي صعب برضو. خلينا نتكلم بواقعيه شويه، لان برضو البطوله خلي بالك في الكوت ديفوار، والكوت ديفوار برضو يهمه حظ هذه البطوله. في منتخبات كويسه جدا جدا على المستوى الافريقي، يعني مع الجزائر، المغرب، نيجيريا دلوقتي، الكاميرون، سنغال، غانا، يعني في فرق النهارده كويسه. كوت ديفوار فرق كويسه النهارده، برضو هتبقى منافسه للمنتخب المصري يعني. فيتوريا فضل إقامة تدريبات على فترتين خلال الفترة الجاية، على الرغم من أن معظم اللعيبة تقريبا بتعاني من اللي هو المباراة اللي كل ثلاث أيام في خلال الشهر ونص الشهرين الأخير. هو فيتوريا لازم يشتغل كل شغل تكتيك. بالظبط، يعني أنا شايف أن هم عنده يعني مش شغل فيتنس بقى. يعني خلاص الفيتنس، اللعيبة وصلت للتوب فورم خلاص. أنت النهاردة دورك كمدير فني منتخب، النهاردة اللعيبة كلها جاية لك النهارده ما شاء الله، ماتشات شغاله ناحيه فنيه ناحيه بدنيه وكلام من ده. النهارده تشتغل على انت عايز ايه، او اسلوبك ايه، او تكتيكك ايه، ده اللي هتقدر تشتغل بيه. وزي ما قلت لك هتبقى حمل التدريب، لا حمل يا دوبك. ومعظم اللعيبه اللي جايه ما بقالهاش يومين بس واخده اجازه، او ثلاث اربع ايام بالكثير. وبعدين بص في نقطه مهمه، اللعيبه دي النهارده هل التكتيك او اسلوب اللعب هيبقى جديد؟ لا طبعا، لعيبه دولي، لعيبه دولي. يعني انت حتى النهارده لو شرحت له نظري، لو جيت النهارده اصبره وشرحت له النظري، هنلعب كذا كذا وتكتيكنا كذا كذا كذا، خلاص اللعيبه ينزل نفس. خلاص اللعيبه خلاص حافظ طبعا، لانه لعيب المنتخب بيبقى مختلف شويه. لعيب دولي، لعيب دولي ولعيب في الانديه زي ما قلت لك. الفرق يا كابتن معلش، ما هو النهارده المدير الفني فيتوري هل النهارده هيلعب بتكتيك واسلوب مختلف عن اللي بيلعب بيه الانديه؟ لا، هو تقريبا بيلعب 4 3 3 برضه. 4 3 3 ايه اذا زي ما قلت لك 4 2 3 1 في بعض المباريات؟ صح. يعني انت الراس الاخضر هتلعب 4 3 3؟ استحاله. يبقى انت النهارده بتلعب 4 2 3 1. هتيجي في ماتشات ممكن غانا تلعب 4 3 3. بس هو حضرتك قلت لي ان 4 3 3 ممكن التخصص بتاع كل لعيب هو اللي بيفرق. طبعا ممكن يبقى تخصص هجومي، ممكن يبقى ممكن دفاعي. وارد النهارده ال 4 3 3 2 ديفندرز وسط ملعب، والتالت ده يقدر يكمل الحته الهجوميه دي. يبقى تحت راس الحربه. يعني ايضا فيتوريا فضل ان هو يلعب مباراه وديه يوم 7 مع تنزانيا. شايف ايه؟ انا ما اعرفش والله. احسن لا، بيني وبينك احسن. اوكي كويس. بيني وبينك احسن برضو ليه؟ النهارده هيشوف النهارده حاله اللعيبه، يشوف التشكيل الامثل، هيدي النهارده ثقه لبعض اللعيبه ممكن ما كانتش بتلعب، يديها ثقه. طب ما خدش واحده تانية، ما لعبش مباراه تانية ليه؟ ما يقدرش، لان الوقت خلاص. الوقت خلاص هو مسافر 9. ما هو خلاص مسافر 9، وانت هتلعب اول ماتش يوم كام؟ يوم 14. يوم 14 ماتش رسمي. ما يقدرش النهارده يشتغل مثلا عنده ماتش يوم 7 وماتش هياخده ثاني يوم 10 ويلعب رسمي يوم 14. 14 صعبه وفيها سفر، وخصوصا لعيبه مجهده ولعيبه يعني متشبعه من ماتشات الدوري. فشايف حضرتك ان المباراه ضد تنزانيا ده كويس؟ ده كويس قوي 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 يعني. شفت منتخب مصر الفترة الماضية ازاي؟ يعني هل حضرتك قاعد بتشوف الاستعدادات للقادمة لكأس الأمم الأفريقية؟ قاعد مستريح؟ قاعد مش قلقان؟ لا، وبص يعني برضو خلي بالك أنت كطبيعة النهاردة مدير فني لازم تكون عامل بلان. طبعا لازم تكون عامل بلان. يعني النهاردة خلاص المعسكر بدأ الثلاث وتسعة زي ما قلت، يعني خلاص أسبوع. الأسبوع النهارده بتاخده بقى في ارتياحيه في المعسكر، في تدريب، في كل هذه الامور. فبتبقى النهارده اللعيبه نفسها بيبقى في تركيز مع المدير الفني، فبيقدر ان شاء الله يوصل للكبار. يقدر النهارده اللعيبه خلاص متعوده على شخصيه المدير الفني. متعوده على شخصيه المدير الفني، فما فيش مشكله خلاص. بس انا يمكن معلش ما في تساؤل. لا اتفضل. يعني تساؤل ليه النهارده مثلا في ناس ما اتاخدتش؟ يعني في النهارده ناس بتجيد ياسر ابراهيم، بيجيد في النادي الاهلي وكور ثابته، والنهارده بيدافع كويس، والنهارده لا، النهارده ما اتاخدش ليه؟ حسين الشحات، حسين الشحات النهارده بيلعب في الجنب اليمين والجنب الشمال وبيسجل اهداف وكل، ما بيتاخدش ليه؟ يعني حاجه منطق غريب شويه مش كده ولا هو عنده طبعا. يعني احنا انا لسه كنت بتكلم في هذا الامر، ان هو يكون واخد احمد الشناوي، على الرغم من اعترافنا ان احمد الشناوي واحد من الحراس المرمى المميزين في مصر، ولكن حارس مرمى بيراميدز يعني، ولكن واحد بقاله اسبوعين مصاب ولسه هيقعد يومين ثلاثه كمان مصاب، ما حطش رجله في الملعب. هل ده من الطبيعي ان انت تاخده وما تاخدش واحد زي بلاش؟ مش هتكلم على اتكلم على مثلا على جنش، على عواد، على كلهم. طب انا اسالك برضه، هسالك يا كابتن، احمد فتوح لاعب الزمالك هو بيلعب اساسي دلوقتي؟ لا، احمد بقاله فتره ما لعبش. بقاله فتره ما لعبش.
بس هو قناعته الشخصيه بس هو عنده قناعه عنده قناعه بقى بالناحيه الفنيه ان اللعيب ده يعني حتى لو مصاب وما لعبش الفترات اللي فاتت دي كلها بس عنده قناعه بامكانياته الفنيه. لا واحمد احمد لعيب هايل بصراحه بقول لك عنده قناعه عنده قناعه فبالتالي هو ما عندوش مشكله في مين بيلعب ولا مين ما بيلعبش. لا خلاص انا عندي قناعه انا مدير فني النهارده بقالي قد ايه في مصر؟ فيتوريا سنه وشويه سنه وشويه النهارده خلاص درس كل لعيب في منتخب مصر مع أوكي. المعاونين بتوعه طبعا مع المدير الاداري بيديله كل معلومه عن اي لعيب طبعا طبعا بس انا اللي بستغرب له زي ما قلت لك الثلاث هذه الاسماء دي هذه الأسماء مهمه طبعا. جدا طبعا كلنا مستغربين الحقيقه خصوصا يعني ياسر وحسين انا بقول لك يعني الاثنين اساسيين في النادي الاهلي و سوري كابتن اسلام طبعا بيسجلوا اهداف يعني ياسر بيسجل اهداف وبيشيل اهداف حسين وبيشيل حسين الشحات بس ما في غموض في الموقف. الله يرحمه كابتن جوهري كان دايما له اسماء بعينها برضو بياخدها نفس الفكره كده. ما هو انت قناعه مدير فني ما انت النهارده يعني يا كابتن اسلام انا شخصيا لما كنت في مدرب منتخب مصر ايوه كنت بروح الاستاد في اي ماتشات دوري اقعد فوق لوحدي ومعايا الورق والقلم اقعد اكتب كل لعيب وكل صفاته وكل ما تخيله سواء من الناحيه الفنيه او البدنيه او السلوكيه بيبقى فيه تقييم وبفرضه على بقول للكابتن محمود الجوري في كذا وكذا لا ده ينفع ده ما ينفعش ده كلام وبنقتنع الاخر وبنقتنع يعني دايما دايما المدير الفني بيبقى عنده قناعه بلعيبه عنده قناعه بلعيبه خلاص مهما كان مهما بيلعب ما بيلعبش حتى لو ما بيلعبش بس في بقى احيانا يعني بقول لك برضو احيانا اللعيب في لعيب شخصيته بتتغير داخل معسكر المنتخب يعني ما بيعرفش ان هو ممكن او يحس ان هو ما بيلعبش هتلاقيه مكشر هتلاقيه زعلان هتلاقيه مش مندمج قوي مع زمايله فهنا شخصيه المدير الفني النهارده بتشوف مين الشخصيه دي اللي في التسعينات يا كابتن لو قلت لك في التسعينات اما كنت حضرتك مدرب منتخب مصر لا بص انا يمكن انا تعاملت مع ناس كتير جدا تعاملت مع ناس كتير مين اللي جدا كده بيتغير اثناء ولاعيبه كتير بس سواء ايجابا او سلبا يعني هقول لك على والله العظيم يا كابتن اسلام انا يعني كل اللعيبه نايمه واللي انت بتقول عليهم دول اللي هم ما عندهمش قناعه ان بيلعبوا ولا ما بيلعبوش كنت بقعد معاهم لوحدي كده واقعد اتكلم والله والله العظيم ما ده دور مهم دور المدرب العام طبعا منتخب مصر منتخب مصر لا ده انت بتلعب باسم منتخب مصر فوق الدنيا كلها صح اسم منتخب مصر حتى لو ما لعبتش حتى لو احتياطي بس انت بتمثل منتخب مصر. صلاح امبارح عندما سئل من سكاي سبورتس على يعني منتخب مصر وكده قال لهم ده من احلى لحظات حياتي وتشريف كبير لمنتخب مصر ان هو لاي منتخب اي لعيب ان هو يلعب في منتخب بلده وبالتالي كلمات تحفيزيه كانت مهمه جدا هنبدا المباراه او هنبدا المجموعه بمباراه يعني موزمبيق يوم 14 يوم شايف الماتش ده ازاي؟ لا ماتش انا بالنسبه لي يعني موزمبيق غامضه بالنسبه لي ما انا بقول لك انا بالنسبه لي انت برضو اسم منتخب مصر يعني فرقه موزمبيق دي تنزل النهارده عامله حساب لمنتخب مصر ماشي انت كمنتخب مصر بتفكر طبعا في الاسلوب وبتفكر في التكتيك وبتفكر في التشكيل وكل هذه الامور لا ولكن منتخب مصر لا يعني هم اللي يبقوا دايما قلقانين من منتخب مصر ولكن برضو يا كابتن يعني فيتوريا كيف يفكر يعني هل يعني اكيد عنده فيديوهات للمنتخب موزمبيق مليون في المية طبعا هو حتى لو مفيش فيديوهات انت النهارده عايز انت عايز تفرض انت عايز تفرض اسلوبك عايز النهارده هتلعب ب 4-2-3-1 النهارده الناحيه الهجوميه الضغط من قدام كل هذه الامور خلاص بتبقى فكر المدير الفني وخصوصا بتلعب مع فرقه زي ما قلت لك لا انت منتخب مصر طبعا منتخب مصر لو اسمه ولو بقول لك واخد بطوله 8 مرات يعني حتى موزمبيق هتلاقيه من النهارده بيفكر في منتخب مصر الله طبعا من النهارده بيفكر في منتخب مصر ازاي هيلعب هيلعب ازاي طبعا طبعا محمد صلاح ده هوقفه طبعا محمد صلاح ازاي احط له باك ليفت ازاي مين اللي هيبقى سريع عليه. مش سريع بالمناسبه صلاح برضو على فكره صلاح يعني من كبار المحفزين للاعبين لانه لما تيجي تتكلم مع اللعيبه النهارده اللعيبه كلها عماله تتكلم عن هذا الامر مثلا محمد صلاح حتى امبارح عندما سئل عن اضاعه ضربه الجزاء الاولى امبارح في مباراه نيوكاسل يعني قال انا فكرت بيني وبين نفسي ان انا ازاي هروح منتخب مصر بهذا المستوى وبعد اضاعه ضربه الجزاء وبالتالي انا عايز اعمل الشوط الثاني افضل بكثير من الاول فالحقيقه هو حتى في ردوده ذكي جدا جدا طبعا جدا جدا طبعا ومحفز جدا جدا يعني بص يعني محمد صلاح يعني ربنا يزيده اولا جماهيريا يعني جماهيريا
كل مصر عارفه محمد صلاح. الجمهور الانجليزي ليفربول عارف محمد صلاح، الجمهور الانجليزي بيتغنى محمد صلاح. صحيح. محمد صلاح النهارده على خلاص على مستوى الكره المصريه ومستوى الكره الاوروبيه النهارده كل الدنيا عارفاه، حتى لما بيضيع ضربه جزاء